أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها التوجه العسكري لقوات الجيش الوطني وقوات التحالف صوب استعادة المنافذ البحرية والشريط الساحلي لليمن من قبضة الميليشيا. خارطة التحركات العسكرية للجيش الوطني تتسع وتكبر معها تحديات النجاح وتجاوز عنق الزجاجة. المعركة الجديدة عنوانها الأبرز السيطرة على المنافذ البحرية وإنهاء تواجد الميليشيا في المنافذ الممتدة على طول الساحل سواحل البحر الأحمر واستعادة ميناء المكلا من تحت سيطرة تنظيم القاعدة. معركة تحدث في أرض مترامية الأطراف ستمثل في حال تحقيق نجاحها بداية لمرحلة مغايرة من العمل العسكري الذي من شأنه عزل الميليشيا وقطع إمداداتها وإنهاء الثقوب السوداء التي تستخدمها لتهريب الأسلحة إلى داخل البلاد. المعركة ضد القاعدة في حضرموت كانت حاضرة في إعلان التحالف اليوم، وهو رغم تأجيلها تعني أن هنالك إدراكا حقيقيا بضرورة حسم المعركة ضدها بتزامن مع حسم المعركة ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع. الكثير من التداخل بين ما هو عسكري وبين ما هو سياسي، ومن وسط ذلك تبرز التحديات الإنسانية على هامش الأزمة التي طالت فصولها بانتظار إسدال ستار المشهد الأخير معلنا نهاية كابوس الحرب الذي تمر به البلاد. لمناقشة هذا الموضوع سيكون معنا قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء عادل القميري، وسيكون معنا أيضا من الرياض العقيد متقاعد إبراهيم آل مرعي، على أن ينضم إلينا لاحقا من الشارقة المحلل السياسي الدكتور عمر بن عبد العزيز، ومن عدن الخبير الأمني والعسكري الدكتور علي صالح الخلاقي. لكن قبل أن نبدأ نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. تتوجه الأنظار نحو الحسم العسكري، وعلى هذه الوهاد يرسم واقع جديد لبلاد تبحث عن خلاصها، الخلاص بأقل الخسائر إن أمكن، وإن تعذر فإكمال ما بدأ حتى النهاية بعد تعثر الحل السياسي وتمسك الميليشيا بأوهام القوة والسيطرة. من الغرب والشرق والجنوب تتدفق قوات الشرعية بمساندة التحالف العربي، فيضيق الخناق على الميليشيا، وعلى طول الشريط الساحلي تتقلص مناطق سيطرتها أكثر فأكثر. ذلك ما تقوله الوقائع على الأرض بعد تحرير وتأمين مساحة كبيرة من الساحل الغربي، آخرها ميدي وهو الشريط البحري الذي تتنفس من خلاله مناطق الشمال من صعدة إلى تعز، وشريان لإمدادات الميليشيا من الأسلحة والذخائر والمؤن. مؤخرا ذكرت مصادر عسكرية في القوات المشتركة إن قوات خاصة من دول التحالف توجهت صوب ثلاث مدن لمساندة الجيش الوطني في تحريرها من قبضة الميليشيا والتنظيمات الإرهابية. بحسب المصادر فإن المدن الثلاث المستهدفة هي المكلا عاصمة محافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة القاعدة منذ يناير من العام الماضي، وكذا مدينة الحديدة وميناء المخل الواقع على ساحل البحر الأحمر. لن تقتصر المهمة على تحرير هذه المدن وحسب، لكنها باختصار ستؤدي إلى مكاسب أكثر على الأرض، وستضع الميليشيا بين كماشة أكثر من جهة. الهدف الأكبر هو قطع طرق إمداد الميليشيا بالسلاح الذي يصل إلى صنعاء وإحكام الحصار عليها من ثلاث جبهات، فكل الطرق تؤدي إلى العاصمة صنعاء حيث مؤسسات الدولة المختطفة. مرحبا بكم من جديد، ونبدأ النقاش اللي ينضم إلينا الآن اللواء عادل القميري قائد المنطقة العسكرية الخامسة. مساء الخير سيادة اللواء. يا مساء النور العافية، حياكم الله. أهلا بك سيادة اللواء. يجري الحديث عن استعدادات عسكرية مدعومة من التحالف لتحرير مدينة المكلا وميناء المخا والحديدة، ما مدى صحة هذه الأنباء بداية؟ طبعا هذه الأشياء الأخبار صحيحة، نعم، وداخلة في السيناريو العسكري لدينا، وتخليص المناطق الساحلية من أيدي ميليشيا الحوثية هذا يعتبر هدف استراتيجي لما يمثل من قطع إمدادات الحوثيين ومن التهريبات الأسلحة الآتية من اتجاه البحر. نعم، هذا طبعا هدف استراتيجي هام، ويعتبر من الأهداف العسكرية الحاسمة إن شاء الله. نعم، لماذا بهذا التوقيت؟ في هذا التوقيت في بالتعاون مع دول التحالف، نعم، بدعم مباشر منها يتم ضرب كل الترسانة العسكرية للحوثيين وأعوانهم،
وهذا يكاد ينهي الصراع يعلن سليمان، لكن مع وجود ثغرات في البحر وفي الموانئ يبقى يعني راتب للمتمردين لكي تطول أنفاسهم في الحرب، وهذا يقطع أنفاسهم تماما. نعم، إذا ما تحدثنا عن أشكال الدعم الذي سيوليه التحالف لقوات الجيش والمقاومة في على الأرض، ما هو أشكال هذا الدعم؟ دعم دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية دعم لا متناهي. نعم، ودعم عسكري ولوجستي، دعم جوي وبري وبحري. نعم، لوجستي، دعم مادي، من جميع أشكال الدعم. إحنا الآن ليس لنا أي رافد ولا أي دعم سوى دول التحالف، فشكل الضربات الجوية هي تعتبر القاصفة أو القاصمة لظهر العدو، وكذلك إمدادنا بالأسلحة والذخائر والأغذية والمرتبات وكل شيء على دول التحالف برئاسة المملكة العربية السعودية. نشكرهم على طبعا على هذا، شكرا جزيلا، ولا نقدر أن نشكر جهودهم أبدا. نعم سيادة اللواء، كانت هنالك أنباء تتحدث عن إيلاء المنطقة العسكرية الخامسة، مهمة تحرير المناطق القريبة من حرض وميديما، ماذا بهذا الشأن؟ نحن الآن على قدم المساق. نعم، الخطط جاهزة، الخطط جاهزة وكل شيء جاهز، ننتظر القرار فقط لتنفيذ المهمة، و طبعا في الأيام القادمة ستسمعون ما يسركم إن شاء الله. إن شاء الله. إذا ما تحدثنا عن التوجه الذي سيدخل ميناء الحديدة ضمن نطاق المعارك، وهو كما تعلمون المنفذ الوحيد والمتبقي أمام المواطنين والذي خصصته الأمم المتحدة وكذلك دول التحالف لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للناس والمواطنين، كيف يمكن ضمان عدم إعاقة تدفق المساعدات عبر الميناء مع التوجه الآن التوجه العسكري نحو ميناء الحديدة؟ هذا طبعا شيء مهم جدا، لان المنفذ الوحيد كما قلت ان المنفذ هذا يعتبر المنفذ الوحيد الان للدعم المواطنين وادخال التغذيه والمحروقات، فهذا طبعا تحريره يعتبر شيء مهم جدا. بتحرير ميناء الحديده سيفك الحصار على المواطنين سواء في تعز او في الحديدة او في بقيه انحاء الجمهوريه، ويستغل المتمردين يستغلوا الميناء هذا من ناحيه اقتصاديه ومن ناحيه عسكريه من جميع النواحي. اذا سياده اللواء، دخول ميناء الحديده ضمن النطاق العسكري والعمليات العسكريه لقوات التحالف الن يؤثر على كونه المنفذ الوحيد للاغاثه والمساعدات؟ لن يؤثر ذلك ابدا، بالعكس، يعني هذا سيحرر الميناء والمنافذ كل هذه يحررها من قبضة المتمردين. نعم، وتبقى في أيدي الشرعية، والشرعية يهمها مصلحة المواطن، يهمها وصول المساعدات إلى كل فرد في اليمن. نعم سيادة اللواء، ما إذا انتقلنا إلى الحديث عن ميناء المخا، هنالك أنباء سابقا تحدثت عن تحرير الميناء، والآن يعود الحديث مرة أخرى عن الميناء، ما الذي يحصل بالضبط؟ المعلومات تقول أن كان هناك سيطرة على الميناء. نعم، من ناحية يعني من ناحية الحصار، فتم محاصرة الميناء، والميناء مزروع بشكل كبير جدا بالألغام ويعني والأفخاخ والإشراك الخداعية، فتم محاصرة الميناء من بعيد فقط، ليس السيطرة عليه كاملا، هذا ما نعلمه يعني. نعم، ماذا عن السفينة التي أعلن اليوم التحالف أنه قام بمنعها من الدخول إلى الموانئ اليمنية؟ سفينة إيرانية تحمل أسلحة، أنه تم يعني توقيفها على قوابل السواحل اليمنية. هذا يعني غيظ منفذ كما يقال، يعني ما تم القبض عليه هو شيء قليل جدا مما تسرب، وهذا كلام صحيح، وما زالت الإمدادات الإيرانية في المتمردين يعني مستمرة بكل الوسائل بكل الظروف، سواء
واتخذوا اشكال يعني كبيره جدا لتهريب الاسلحه، وهذا يعتبر جزء منها وعينه بسيطه جدا لعرض الشعب اليمني من العدو الحقيقي. نعم، إذن سيادة اللواء، كيف يمكن الحد من هذه الإمدادات ومن هذه التدخلات الإيرانية، خصوصا أن المياه الإقليمية اليمنية تحت سيطرة التحالف؟ طبعا الحد من تسريبها هو يشتي منظومة متكاملة. أولا السيطرة على الموانئ والسواحل اليمنية كاملة من قبل الدول، يعني من قبل الجيش الوطني مدعوما بدول التحالف، وكذلك السيطرة على المياه الإقليمية البحرية من قبل اليمن دول التحالف المشاركة في تطهير اليمن المنفردين. نعم، هذا يعتبر وكذلك تعاون معلوماتي من بعض الدول المهتمة بأمن اليمن وأمن البحر الأحمر. نعم، إذن سيادة اللواء عادل القميري، تفضل بالبقاء معي واسمح لي أن أشرك معنا في الحديث الدكتور عمر بن عبد العزيز المحلل السياسي الذي ينضم إلينا من الشارقة. مرحبا بك دكتور عمر. مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك. الآن توجه لاستعادة الشريط الساحلي للبلاد وتحريره من قبضة الميليشيا، ماذا يعني بالنسبة لمعركة استعادة الدولة خصوصا بهذا التوقيت؟ أولا فيما يتعلق بالشريط الساحلي، كما نعلم أن اليمن فيها سواحل ممتدة على 4 منافذ بحرية: البحر الأحمر، خليج عدن، البحر العرب والمحيط الهندي، وتبعا لذلك أيضا هنالك ما لا يقل عن 300 جزيرة بحسب التوثيقات الإحصائية في عروض هذه المناطق وهذه البحار. نعم، وهذه البحار تمتد على ساحل لا يقل عن 2500 كيلومتر. تبعا لذلك عندما نتحدث عن المناخ البحريه والسيطره عليها، فنحن نتحدث عن كل هذا الامتداد، بمعنى ان الاستيلاء على ميناء ميدي من قبل الشرعيه امر في غايه الاهميه فيما يتعلق بمحاصره الحوثيين ومن يناصرهم، ولكن هذا الامر لا يتوقف عند حدود ميناء ميدي. هنالك المخا وهنالك الحديده وهنالك ايضا مواني البحر العرب المهمه والتي ليست بيد الشرعية حتى هذه اللحظة، كما هو الحال بالنسبة لميناء المكلا على سبيل المثال وميناء الشحر وغيرها من المواني على امتداد الساحل الحضري والمهري. نعم، وبالتالي نحن هنا نتكلم عن معركة كبرى حقيقية، وهذه المعركة في تقدير الشخصي لن تحسم لصالح الشرعية إلا إذا تم إسقاط العاصمة صنعاء بقوة دفع أساسية قائمة على إرادة واعية واستعداد حقيقي لحل المشكلة عن طريق المركز بالدرجة الأولى. إذا أنا أعتقد أن ما يجري على خط الساحل أمر في غاية الأهمية، ولكن حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نتحدث عن حصار بحري فعال إلا في أفق البحر الأحمر وباب المندب إلى حد ما، وربما إلى حد ما خليج عدن، ولكن كل بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي والممتد في كامل الساحل الأبيني والحضرمي والمهري، كل هذه السواحل الممتدة ما لا يقل عن 1000 كيلومتر 1500 كيلومتر ما زالت نهم لإمكانية دخول كل السفن الصغيرة والمتوسطة. نعم، إذن دكتور عمر، توجه لفتح جبهة جديدة في المكلا الخاضعة لسيطرة تنظيم القاعدة، ألا يعد هذا تشتيتا لجهود الجيش الوطني والقوات المشتركة؟ أنا في تقديري الشخصي الأولويات العسكرية الميدانية يحددها العسكريون العليمون بهذه المسألة، وأعتقد إلى حد كبير جدا من التركيز على المحافظات الشمالية وخاصة العاصمة صنعاء أمر في غاية الأهمية، ثم تليها تعز والحديدة، بمعنى آخر أن معركة القاعدة ومعركة المناطق الشرقية مؤجلة بصفة مؤكدة، لكن لا بد من حسم المشكلة في إطار المركز بالدرجة الأولى. علينا أن نستوعب أن الجغرافيا المكانية اليمنية والديمغرافيا الجبلية المتعددة الأنساق والسواحل والوديان والأغوار وما إلى ذلك، كل هذه المسائل تشكل صعوبة بالغة بالنسبة لمن بأي جيش نظامي، ولكن نحن هنا نتحدث الآن عن مواجهة ليس بجيش نظامي فقط، ولكن أيضا بطيران التحالف العربي المتطور إلى أبعاد الحدود، وأيضا المقاومة الحقيقية الواقعة على الأرض في مختلف المدن اليمنية، سواء كانت مقاومة مسلحة أو مقاومة سلمية. وبالتالي المعركة محتدمة على هذا الأساس، المؤشرات تدل على أن هنالك انحسار حقيقي في جبهة صالح والحوثيين. نعم، لكن هذا الانحسار لابد من
التعجيل في استثمار ميزات الانتصار النسبي للشرعية اليمنية وللتحالف العربي. نعم، إذا دكتور عمر تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أعود للواء عادل القميري لأنقل له نفس التساؤل. لواء سيادة اللواء، هنالك من يرى أن فتح جبهة المكلا الخاضعة لسيطرة القاعدة، سيادة اللواء هل ما زلت معنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيادة اللواء عادل القميري. إذا نعود لك دكتور عمر. دكتور عمر، تحرير الشريط الساحلي لليمن هل سيؤثر على طبيعة المواقف الإقليمية الداعمة للميليشيا، وما هي التداعيات التي ستخلفها هذه المعركة على التفاعلات الإقليمية تجاه اليمن؟ مما لا جدال فيه أن انتصار الشرعية المدعومة سياسيا من الدول الإقليم بشكل عام، الدول العربية بشكل عام وحتى العالم الخارجي باستثناء إيران، مما لا شك فيه أن الانتصار الميداني على الأرض هو أمر في غاية الأهمية، لأنه يعني تماما إعطاء الفرصة الكاملة لاستتباب الشرعية من خلال إعادة مؤسسة الدولة، ومن خلال أيضا الإقلال من 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 من, من التحالفات القائمة بينهم وبين بعض الفئات الاجتماعية في المجتمع. أنا أعتقد أن هذا أمر في غاية الأهمية، مما لا جدال فيه أن السجال العسكري القائم الآن على الأرض هو أمر يحدد تماما الأولويات، يحدد تماما المنعطفات السياسية، بل أيضا القبول النسبي عند بعض الأطراف بالحل السياسي مما كانوا يتأبون أو يسكتون أو يقفون موقفا شبه محايد أو محايد. الآن الأمر يجري على نحو مختلف إلى حد ما، ولكن الاستحقاقات باهظة وكبيرة والإكراهات باهظة وكبيرة، وبالتالي لا بد من استعجال الزمن. أنا في تقديري الشخصي أن أي تأخير كما حصل في المكلا على سبيل المثال سيؤدي إلى مضاعفة أعداد القاعديين الذين عندما دخلوا المكلا لم يكونوا يتجاوزون 100 فرد. نعم. صدقوا أو لا تصدقوا، هذا ما سمعته من عالمين بالأمر، 100 إلى 150 فرد، لكنهم اليوم يجندون عديد من الشباب ويوظفون الريع والمدخول. دكتور عمر، على سياق حديثك عن عناصر تنظيم القاعدة وسيطرتها على القاعدة، هنالك عمليات تقودها الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الطائرات بدون طيار، هل سيجري التنسيق بين هذه العمليات وبين العمليات التي تنوي تنفيذها قوات المشتركة للتحالف؟ أنا في تقديري الشخصي من الأهمية لمكان الذهاب إلى المكلا بشكل عاجل وسريع. نعم. حتى لا يتفقد الوضع وحتى لا تتحول البؤرة القاعدية الصغيرة إلى كبيرة كما يحصل الآن على وجه التحديد. هم الآن يستحوذون على كثير من المردودات المالية للمحافظة، يجندون كثير من البسطاء والفقراء والمخدوعين ويتمددون بطريقة منهجية. نعم. ثم أنهم فوق هذا وذلك يتخلون عن كل المسائل المتعلقة بإمكانية أن يتحملوا مسؤولية في الإدارة المدنية للدولة، أي أنهم تركوا المؤسسات كما هي ولكنهم في نفس الوقت يتوسعون ويعممون هذه الأيديولوجيا العقيمة المتطرفة، وفي نفس الوقت يتقاطعون بصفة مؤكدة مع المافيا التي تدير الحرب ضد الشرعية. بمعنى آخر هم ليسوا بعيدين عن المعادلة السياسية، ليسوا فرادى وليسوا طهرانيين كما يوهمون الناس، هم جزء من المعادلة السياسية، هم جزء من التحالفات غير السوية. نعم. وقياداتهم مرتبطة ارتباط مؤكد مع النظام السابق، وأقصد بالضبط البؤرة الأمنية العسكرية الأوليغاركية في النظام السابق يرتبطون بها، وبالتالي من الضرورة مكان أن تكون المعركة شاملة على كل الجبهات. أنا في تقديري الشخصي ولست عسكريا ولكنني أعتقد تماما أن من الأهمية المكان أن تباشر الشرعية ومن يتحالف معها على مستوى الساحة اليمنية ككل حربا لا هوادة فيها على مختلف الجبهات، على مختلف الجبهات وفي آن واحد. هذه تجربة مررنا بها في الشطر الجنوبي من الوطن بعد الاستقلال مباشرة، عندما كانت هنالك مشكلة في إطار أكثر من 21 كيان في اليمن الجنوبي، ولكن الجبهة القومية شاءت أن تسقط المناطق واحدة تلو الأخرى بقوة السلاح، وربما بدأ ذلك الأمر في ذلك الحين كثيرا في كثير من العنف وكثير من القسوة، ولكن ما كان للدولة وللنظام أن يستتب لولا ذلك العنف وتلك القسوة. أنا لست مدافعا عن العنف والقسوة، ولكنني أعتقد أن استعادة الدولة. دكتور عمر، أنت تتحدث الآن عن دور الحكومة، هل الحكومة الآن مؤهلة لممارسة هذا الدور في ظل الانقسام الذي حاصل داخلها الآن؟ الشرعية اليمنية ليست المؤسسة الرئاسية والحكومة فقط، الشرعية. نعم. اليمنية هي كامل الاتجاه المقاوم والرافض للعودة إلى الوراء. الشرعية اليمنية تعني تماما
كل القوى الحية في المجتمع اليمني التي لا تقبل بأي حال من الأحوال أن نعود إلى صيغة إمامية جديدة تحت رداء الجمهورية على نمط ولاية الفقيه. الشرعية نعم. اليمنية تعني كل القوى في الساحة اليمنية الذين يرفضون عودة النظام السابق الذي لم يسقط في عام 2011 وأعاد إنتاج نفسه بطريقة أكثر خرائبية وبطريقة أكثر خساسة. النظام السابق كان إلى حد ما يمالئ الآخرين أو يستخدم نظام الترغيب بهذا القدر أو ذاك، لكنه بعد 2011 توحش واستوحش وأخرج من إدارته كل أساليب القمع والعنف والتخريب والدمار، ابتداء من مهاجمة الطاقة الكهربائية والغازية والنفطية، مرورا بإفقار المواطنين وحتى الاغتيالات السياسية المجرمة وحتى الاعتداء على القوات المسلحة من خلال سلاح الطيران على سبيل المثال، بوهم الاعتقاد أن هذا السلاح سيوجه ضدهم في لحظة ما. بمعنى آخر، نحن نتحدث عن تلك البؤرة الميليشياوية الضيقة الصغيرة العنيفة والمقيمة في ثقافة النهب والسلب الذين كانوا يمثلون جوهر النظام السابق وليس بقية الناس. والشاهد على ذلك أن كثيرا نعم. من أعضاء المؤتمر العام تتخلوا منذ 2011 عن ذلك النظام، كثيرا منهم تخلوا عن علي عبد الله صالح ومن يحيط به من قوة استمرأت وتعودت على التخريب وعلى التدمير وعلى القتل وعلى كل الأساليب المافيوية المتعارف عليها في مستوى الثقافة المافيوية العالمية. وبالتالي الشرعية هي كل من يواجه هذا المد، وليست التوصيفات الإجرائية الشكلانية المرتبطة بمؤسسة الرئاسة أو بالحكومة. هؤلاء أي نعم هم يمثلون الشرعية بالمعنى الدستوري والقانوني للكلمة، ولكن في نهاية المطاف لا تتحرك لا المؤسسة الرئاسية ولا الحكومة الحالية للشرعية خارج نطاق هذا الوعاء الشعبي الكبير الذي يتمدد في عموم اليمن. نعم، إذا ما عدنا إلى تحرير كافة مناطق الشريط الساحلي والموقف اليوم لقوات التحالف والتوجه نحو ثلاث مناطق معينة، كيف سيؤثر على سير المعارك بالنسبة للحوثيين؟ كيف تنظر أنت للأمر؟ في أن أي متغير على الأرض، أي متغير ميداني عسكري على الأرض يؤثر على كل المعادلة بطبيعة الحال، ليس على نعم. الأرض فقط ولكن حتى في المستوى السياسي وفي مستوى الأثر والتأثير. وطبعا لذلك التقدم النسبي القائم الآن على مستوى الخط الساحلي وعلى مستوى محافظة صنعاء والأمانة العامة وأمانة العاصمة، أنا أعتقد أن هذا التقدم له أهمية بالغة، كما كان له أهمية بالغة عندما تم تحرير عدن، وأهمية بالغة عندما تحرر التاج في أفق ما، إلا الحصار الذي ظل خانقا عليها بهذا القدر أو ذاك، وكما تحررت مأرب أيضا. وبمعنى آخر أنه من الضرورة بمكان أن تتمدد كل أفرع الشرعية وكل أذرع الشرعية بالتحالف الكبير والواسع مع المكونات الاجتماعية والمكونات القبلية والمكونات السياسية باتجاه العودة إلى سوية المعادلة السياسية التي وصلت الفكرة من معادلة التعددية السياسية والحوار السلمي والخروج بدولة اتحادية لا مركزية وبتمدد سلمي وإغلاق الماضي تماما. دكتور عمر بن عبد العزيز المحلل السياسي، كنت معنا من الشارقة، جزيل الشكر لك. والآن نكمل الحلقة، لينضم إلينا من الرياض المحلل العسكري العقيد المتقاعد إبراهيم المرعي. مرحبا بك سيد إبراهيم. نعم أسمعك، هل تسمعني؟ أهلا بك سيدي. توجه عسكري الآن جديد لقوات نعم توجه عسكري جديد لقوات التحالف نحو ثلاث مناطق، لماذا الحديدة والمخا وميناء؟ نعم أسمعك سيدي، تسمعني؟ سيد إبراهيم هل تسمعني؟ فقدنا الاتصال بالسيد إبراهيم. إذن بهذا نصل إلى نهاية الحلقة لهذا المساء. كان معنا قائد المنطقة العسكرية الخامسة لواء عادل القميري، وكان معنا أيضا العقيد المتقاعد إبراهيم المرعي، ولم يتح لنا الفرصة للحديث معه. ومن الشارقة الدكتور عمر بن عبد العزيز المحلل السياسي. نلقاكم في حلقة قادمة من الزوايا. إلى ذلك الحين كنوا بألف خير وسلام، إلى اللقاء.